طب خلاص مش عارف توصلها، هقول لك طريقة تانية. بص، هتيجي تدخل، هتدوس على جوجل هنا، هتكتب في السيرش جوجل، حلو، وبعد كده هتروح كاتب ادز مانجرز. وبعدين هتنزل بقى، انت هتدور على ادز مانجر للفيسبوك والانستجرام والميتا فور بيزنس، تمام؟ فانت هتروح داخل عليها، تمام. تمام. بعدين هتروح عامل جو تو ادز مانجر، يا نهار أبيض، ظهر لي شاشة غريبة كده يا دكتور. ظهر لك ايه؟ مبلغ الدين ثانية بس، شاشة غريبة والله. يو هاف، أيوة ثانية، أيوة نفس، شايفها اللي هي شو، اطلعي فوق سنة كده بالبتاع. هنا أيوة هنا، لا تحت شوية بقى، تحتها في تحتها بقى كمان، السطر اللي تحتها ده، السطر ده عندي بالأحمر ليه بقى؟ طب ايه وبيقول المشكلة؟ لي تعذر علينا خصم المبلغ، مكتوب ايه؟ بيقول لي تعذر علينا خصم المبلغ الخاص بك لأن صلاحية البطاقة انتهت، يرجى إضافة طريقة دفع جديدة إلى حسابك. انت كده عليك فلوس يا، أصلا عليا فلوس، انت طب عملت أنا ايه؟ عملت إيه عشان يبقى عليا؟ والله ما عملت حاجة طب ما تصورها وتبعتها لي. والله والله. استني هصورها، ايه الظلم ده؟ انت عندك يعني انا عندي هنا جيجي الصاوي وفي كذا واحد، انت عندك احمد، سوري ده انا مصطفى، بقلب اهو، صح؟ مصطفى واحد بالظبط. والعادي. فانت تروح ايوه للاكونت اللي عندك هنا وتشوف الدنيا فيها ايه، تمام؟ تمام. طب فهتروح بصي، انا دخلت على اللي هو مصطفى، جمال اغنيم واحد، عشان ده اللي فيه حاجات غريبة، فيه حاجات كتير اهو. دخلت اللي هو مصطفى غنيم تمام واحد، صح؟ واحد، عشان هو فيه اصلا حاجات قديمة وبتاع ايوه، في طالما في وفلوس. حاجات قديمة يبقى انت اشتغلت. والله ما عملت حاجة. طب بص، هو الميتنج 10 دقايق وهيقفل، تمام؟ ف هبقى ابعت لك ماشي، مسج اول كده لما وادخل يدخل تاني، بعتي تاني. ماشي؟ اوكي طيب بص بقى، انت المفروض ان هنا هتروح للاكونت اللي انت عاوزه. لما بتبقى عاوز تعمل اي كامبين او اي حملة اعلانية، لازم تدخل من الادز مانجر زي ما احنا عملنا دلوقتي، ماشي؟ تمام. انت المفروض لو انت مش شغال قبل كده، كل اللي فوق كل ده ما بيبقاش موجود، يعني شايف كل الدنيا ايوه، دي؟ ما هو الكلام ده مش موجود في مصطفى غنيم، لكن اللي موجود هو في من غير التاني، واحد صح؟ ده، مصطفى غنيم واحد موجود. طيب يبقى كده انت اشتغلت. لما هنيجي نفتح يا مصطفى، فالمفروض ان كل ده كده لو انا ما عملتش اعلان قبل كده مش بيبقى موجود، لكن لو انا عملت فهو بيجيب لك كل الاعلانات اللي انا عملتها هنا، تمام؟ طيب انا عشان ادخل بقى للاوبجكتيف او الحملات الاعلانيه، او اشوف انا عاوز اعمل اعلان مثلا الهدف بتاعي يكون ايه، فبدوس على بلاس دي اللي جنبيها كرييت، حلو كده؟ اول لما تمام. باجي ادوس على كرييت، فهو بيقول لي ايه، ان انا عندي 6 سمبليفايد اوبجكتيف، يعني عندي 6 اهداف مبسطين. ايه هما الستة دول؟ انا لما باجي بنزل تحت، فانا بختار من يعني وانا قبل ما بعمل الكامبين اللي انا عاوزاها، بشوف ايه الاوبجكتيف اللي انا عاوز اشتغل عليها. يعني ايه؟ يعني انا قبل ما اجي اشتغل لازم اعرف ايه الهدف بتاع الاعلان بتاعي. يعني انا قبل ما اشتغل اشوف ايه الهدف اللي انا عاوزاه عشان اعمل الاعلان. يعني ايه برضو؟ يعني نفترض مثلا انت ليك ويب سايت، عندك موقع، والموقع ده بتعرض عليه منتجات، فاكيد لما اجي اعمل مثلا اعلان، فاكيد هختار حاجة من ال6 حاجات اللي موجودين عندي، موجودين هنا. طب لو انا عندي ابلكيشن، فاكيد هختار حاجة برضو من ال6، هنعرف كل واحدة بنستخدمها امتى. انا عاوزة مثلا اعلان يجيب لي الهدف منه مسجات، او ان انا اتواصل مع الناس، او يجي لي مكالمات تليفون، او ان انا ابيع منتج معين، او اكبر الصفحة. فانا قبل ما اشتغل لازم اعرف ايه الهدف اللي انا عاوزاه من الحملة بتاعتي دي، تمام؟ عشان على تمام. اساسه هبتدي احدد انا المفروض اعمل ايه. طيب اول حاجة خالص اللي هو الاويرنس، تمام؟ طب ايه الهدف منه؟
ده بستخدمه لما بيكون عندي علامة تجارية او براند، ولسه المفروض انا عاوزة اعرف البراند بتاعي ده ان هو موجود. ففي الحالة دي هعمل awareness. تمام، فهو بيقول لي هنا تمام. انا هجيب لك ناس كتير تعرف البراند بتاعتي، لو انا هعمل فيديو هخلي الناس كتير تشوف الفيديو بتاعي، المهم لو انا فاتحة مكان هخلي الناس، اقدر اخلي الناس تيجي للمكان اللي موجود عندي. فالهدف من الحملة ده، الحملة اللي موجودة دي اللي هي الاويرنس، تمام، ان الناس هتشوف المنتج بتاعي او الخدمة اللي انا عاملاها. فهو بيقول لي حتى هنا شارح لي الاويرنس، بيقول لي اللي هو شير ادز تو بيبل، يعني الناس هتشوف الاعلان بتاعي عشان يبتدوا يعرفوا ان انا موجودة. فهعمل الاعلان ده من عن طريق الريتش، الريتش ان انا الوصول، ان انا اوصل لاكبر عدد ممكن تتخيله، ان انا اعمل البراند اويرنس، ان خلاص المفروض ان البراند بتاعي ده يبقى علامة تجارية والناس تبتدي تعرفني. الفيديو فيو، ان انا اجيب مشاهدات كتيرة على الفيديو اللي موجود ده. ستور لوكيشن اويرنس، ان لو انا مثلا عندي مكان وعاوزة الناس تجيلي على اللوكيشن اللي موجودة، اللي انا موجودة فيه، فتبتدي تجيلي. تمام، فده اول هدف من ال6 اهداف اللي موجودين عندي. طيب تاني هدف اللي هو الترافيك. الترافيك ده بقى بستخدمه امتى؟ ده لما بيكون عندي ويب سايت او عندي ابليكيشن او عندي اي لينك خارجي، بستخدم الايه، الترافيك ده. انت معايا يا دكتور؟ معاك يا انا بس خايفة لا يكون فصل في النص وابقى انا مكملة يعني. ماشي، تمام. طيب الترافيك ده بقى الهدف منه، لو انا بقى عاوزة اوصل مثلا اخلي العميل يوصل لللينك بتاعي او يوصل للويب سايت بتاعي او اي لينك خارجي. يعني هو بيقول لي ان انا اخلي الناس توصل، لو انا عندي ويب سايت او ابلكيشن او مثلا هعمل فيسبوك ايفنت، فالناس هتقدر توصل لي من خلال اي حاجة من الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي دي. فالحملة هنا هتبقى ترافيك. طيب هتجيلي ازاي مثلا؟ ان ممكن من اللينك كليكس، يعني انا هتحاسب ازاي مثلا؟ الفيسبوك هيحاسبني من خلال اللينك كليكس، يعني لو حد بس عمل كليك على اللينك بتاعي، يعني لو انا حطيت مثلا الويب سايت بتاعي وعمل كليك بس على اللينك، فانا كده هتحاسب على الكليك بس. حسب عليا. اه اوكي بالظبط. تاني حاجة اللاندنج بيج فيو، لا ده انا هنا بقى هخلي، يعني انا عاوزة اعمل اعلان مش ان هو يعمل كليك بس، لا ده انا عايزة اخلي العميل يدخل على البيج بتاعتي او يدخل على الويب سايت بتاعي او يبتدي يدخل يتفرج عليها، فهنا يبتدي ياخد اكشن تمام فعلا. طيب او من خلال ان هو يدخل يبعت لي مسجات من الماسنجر او الواتساب، او من خلال ان هو يكلمني. تمام، يبقى في حالة الترافيك هستخدمه امتى؟ خلاص انا عندي مثلا ويب سايت، عندي ابلكيشن، عندي اي لينك خارجي، او ان انا هعمل ايفنت على الفيسبوك، ففي الحالة دي هستخدم الاوبجكتيف بتاع الايه، الترافيك. طب تالت حاجة اللي هو الانجيجمنت. الانجيجمنت ده اللي هو للتفاعل، يعني ايه، انا في الحالة دي هيبقى في تفاعل مثلا على البوست بتاعي، او تفاعل على مثلا الفيديو، او ان الشخص يبتدي ياخد اكشن لايك او كومنت او يعمل شير، او يبتدي يشوف لو انا حاطه صوره يبتدي يشوف الصوره ديت، او لو انا عامله فيديو يبتدي يشوف الفيديو. يبقى الانجيجمنت ده تمام. في حاله ان انا عايزه اعمل تفاعل مع البوستات بتاعتي. فهو بيقول لي ايه من الانجيجمنت، ان هو جيت مور مسج، يعني انا يعني هيجيلي مسجات كتيره، ممكن فيديو فيو، يعني الفيديوهات بتاعتي هتتشاف، بوست انجيجمنت هيبقى فيه تفاعل على البوست، بيدج لايك، يعني لو البيدج بتاعتي سوري ميتة ومش عليها لايكات اصلا وعايزة اللايكات تزيد، فهبتدي اعمل اعلان تفاعل من الانجيجمنت واقول له اعمل لي بيدج لايك. تمام، طب تمام. الانجيجمنت ده اللي هو المفروض هيبقى مثلا التفاعل ده هيبقى من خلال ايه، الماسنجر، ان انا يجيلي مثلا رسائل على الماسنجر، او من خلال الانستجرام لو انا مثلا رابطه صفحه الفيسبوك، رابطه صفحه الانستا سوري بالفيسبوك، ففي الحاله دي انا ممكن اعمل اعلان على الانستا من خلال الفيسبوك، ان يجيلي يجيلي مسجات او رسائل على الانستجرام. طيب الواتساب، احنا لو ربطنا الواتساب زي ما عملنا المره اللي فاتت، قلنا ازاي اعمل كونكشن بين الفيسبوك والواتساب، فهو تلقائي هيدخل اول ما يبعت المسج، المسج هتجيلي على الواتساب،
مش هتجيلي على الماسنجر، فانا تمام. بتحكم انا عاوزة الرسالة تجيلي ازاي يعني، او تجيلي على اني مثلا ابلكيشن. طيب ممكن اعمل فيديو فيو، يعني احط فيديو والفيديو ده يبتدي يجيب لي مشاهدات عالية، فهعمل انجيجمنت واقول له هحط فيديو، وفي الحالة دي هيجي لي فيو مثلا على الفيديو بتاعي. بوست انجيجمنت ان هو يحصل تفاعل بقى زي لايك وكومنت وشير. الكونفرجن اللي هو ده اللي هو الميتا بيكسل، يعني في حالة ان انا مثلا هحط لينك ويب سايت او كده، يعني هو هيبقى فيه بقى ايه في الحالة دي، ان انا هحط ويب سايت او لينك للويب سايت، وفي الحالة دي هيبتدي التفاعل هيبقى على الكونفرجن نفسه، على الويب سايت نفسه. اوكي تمام. طيب تمام. احنا لو لاحظنا ان انا هنا هلاقي engagement، هلاقي فيديو فيو، وهلاقي في الاويرنس هنا برضو فيديو فيو، يبقى في الحالة دي انا ممكن اعمل فيديو فيو باكتر من طريقة. انا في الحالة دي هقدر اعمل فيديو فيو باكتر من طريقة، من خلال الاويرنس ومن خلال الانجيجمنت، صح؟ طب انا هختار برضو، يعني انا دلوقتي مثلا حد يجي بيقول لي انا عايزة مشاهدات عالية، طب انا بقى في الحالة دي هعمل مشاهدات عالية على الفيديو، ما انا لازم قبل ما اعمل مشاهدات عالية على الفيديو اشوف انا عاوزة الهدف بتاعي ايه. فاهم الحتة دي؟ يعني انا عايزة الاعلان بتاعي تفاعل، ولا ان انا هبتدي اعمل براند وعايزة اعمل اويرنس للبراند ده. فلا، ده انا محتاجة اعمل تفاعل، يبقى هختار الانجيجمنت، عشان هتلاحظ ان بعد كده هلاقي مثلا ان كل شوية في حاجة ممكن تتكرر، فلازم اعرف ان الانجيجمنت هنا فيه فيديو فيو، وبرده الاويرنس هنا فيه فيديو فيو، بس انا عاوزة الاعلان بتاعي يبقى فيه تفاعل، وابتدي مثلا ممكن احط منتج والمنتج ده حد يدخل يشتري مني. الصوت كده تمام يا دكتور؟ تمام كده. ماشي. فانا ان انا خلاص اكون عارفة الهدف اللي انا هختاره من الحملة ده هيكون ليه او هعمل بيه ايه. طيب رابع حاجة من الاوبجكتيف اللي عندي اللي هو الليد طب سؤال معلش يا دكتورة، اتفضل. أنا بالنسبة للصفحة دي أنا محتاج تفاعل صح؟ اكيد طبعا، engagement إيه؟ اكيد طبعا، انت اول حاجة هتعملها اللي هو الانجيجمنت. تمام حلو. طب والباقي ده هل أنا هحتاجه في حاجة تانية بعد كده ولا أنا بص بس أنا انا هحتاج تفاعل هقولهم بس؟ لك، انا هقولهم لك عشان ابقى عملت اللي عليا، بس ما اعتقدش ان انت ممكن تحتاجهم لو انت مش عامل مثلا ويب سايت، يعني انت مش هتعمل ويب سايت دلوقتي او مش معاك، فالمفروض ان انت ايه، هتدخل تعمل اعلان مثلا على الترافيك، او هتدخل تعمل سيلز مثلا، او هتعمل اب، يعني انت لو عندك ابلكيشن اوكي ممكن تستخدم تعمل الابلكيشن ده ان انت تعمل له ادز، ان الناس تدخل تعمل انستول للابلكيشن ده. طب انت مش عندك، فخلاص مش هتستخدم. أكيد لا يا فانا أوكي هقولهم لك بس عشان خاطر يعني لازم يبقى عندك على الاقل مثلا ايه، عارف كل اوبجكتيف بيعمل ايه، ويمكن تحتاجه، تمام فاهمني؟ بس في الاخر تمام هنثبت على ماشي الحاجة اللي انت هتستخدمها. أوكي تمام. طيب اللي بعديها اللي هو الليد. الليد ده اللي هو مثلا في حالة ان انا يعني هو زي الليد جينيريشن كده، اللي هو تجميع بيانات العملاء المحتملين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عاوزة اجمع اكبر قدر مثلا من العملاء اللي عندي عشان ابتدي اتواصل معاهم، يعني ده اكتر بيستخدموه الليدز اللي هم بتوع العقارات، او مثلا اللي هم بيشرحوا كورسات، او ان انا عاوزة وهكراته. ايه. تمام تمام طب فاللي هو في الحالة دي انا محتاجة اتواصل مع العميل، ان انا ممكن يعني اتصل بيهم او يبقى معايا ارقام تليفوناتهم، وممكن انت تستخدمها على بتواصل مع العميل من خلال بقى ان انا ايه، اديله فورم يملاها، من خلال ان هو يكلمني على الماسنجر، من خلال الكونفرجن، او من خلال الكولز، ان يعني يجيلي مكالمات تليفون كتير احط رقم التليفون. الفورم دي ان انا مثلا بديله فورم يملاها، زي مثلا لما انت يعجبك كورس او حاجة فتدخل تملى، او هيبقى فيه ايفنت او كده فتدخل تملى الفورم وتكتب اسمك وسنك مثلا وعنوانك، وانت مهتم بالكورس ده ليه وهتاخده ليه. فده اللي هو الانستنت فورم. تمام. فيبقى الليدز ده لو انا عاوزة اجمع بيانات العملة مثلا من خلال البيزنس بتاعي او من خلال براند، وهتجيلي على لو اكتر من سمحت شركة. ثانية واحدة. اوكي انا معاك. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندك دي تمام.
ماسكه الموبايل لما لقيتك بتبعت لي، فقلت ايه ده، يبقى في حاجه غلط، انا كل ده فاكرك انت لسه مخلصتش. لا بص، انا كاني ما قلتش اي حاجه تمام عشان ما تدخلش كله في بعض، دي حاجه تانية قدام. ماشي، اهو واحد بيتارجت اوكي لحاجات زي دي، فكنت بصلحه له. تمام اوكي تمام ماشي اوكي. بص بقى، احنا وقفنا عند الانجيجمنت هنا، تمام صح، قلناها. والليدز ان انا دلوقتي علشان ابتدي بقى اجمع بيانات العملاء من خلال فورم هيملوها، او من خلال الماسنجر هتجيلي مسجات، او من خلال الكونفرجن تمام او كولز هتجيلي مكالمات. تمام طيب، اوكي وقلت اوكي بنستخدمها اكتر لو مثلا ناس بايعه عقارات او ناس بتشرح كورسات، فبتضطر ان هي محتاجه توصل للعميل عشان تبتدي تكلمه عشان تقنعه بالمنتج اللي عندها او تقنعه بالبيزنس اللي هي بتعمله. طيب الاب بعد كده بروموشن ده بستخدمه امتى؟ ده لو في حاله ان انا عندي ابلكيشن اصلا ومحتاجه ان لو عندي تطبيق ايه؟ اوكي لو عندي تطبيق يعني اه ماشي بالظبط، لو اوكي عندي تطبيق وانا محتاجه حد يعمل انستول للتطبيق ده، او ناس تدخل تعمل شات مع بعض تتكلم على التطبيق ده ايه مميزاته او عيوبه او كده، ففي الحاله دي هستخدم الاب بروموشن. طيب السيلز بقى في الحاله دي، لو انا خلاص عاوزه اعمل عمليه شراء لبرودكت او سيرفيس معينه، تمام، فهو بيقول لي فايند تمام ايبل تو بيرشيز يور ايه البرودكت او السيرفيس، يعني انا خلاص فعليا عاوز اجيب حد يبتدي يتم عملية الشراء معاه عشان ياخد المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي. طب دي اكتر بستخدمها للي بيبقى عنده ويب سايت، يعني لو يكون حد يعني هي مهتم، يعني ايه مرتبطة اكتر اللي عنده بحاجة اسمها ميتا بيكسل، يعني انا خلاص لازم يكون عندي ويب سايت عشان ابتدي اخش اعمل اعلان والناس تجيلي على ايه، على الاعلان ده من خلال الويب سايت. فببتدي بقى يا اما اجيبه من الكونفرجن اللي هو بيبقى يا اما ابلكيشن او ويب سايت، تمام، يا اما اوكي من الكاتالوج سيلز ده بالظبط، عارف لما بتدخل على جوميا او نون او سوق دوت كوم والحاجات دي، فبتلاقي الاعلان بيبقى زي كتالوج كده، بتفضل تقلب بين المنتج والتاني، تمام عارف اللي هو زي اعلان دوار كده، الاعلان يقعد يلف اللي هو انت مثلا تلاقي، وكل منتج تلاقيه غير التاني، يعني المنتج ده لقيت جاكيت عاجبك تلاقي المنتج اللي جنبه ساعة، المنتج اللي جنبه حاجة ليها علاقة بالميك اب، وهو بيبيع اكتر من منتج في الويب سايت، وبيبتدي يعمل زي كاتالوج سيلز للايه، للاعلان بتاعه. تمام، تمام او ممكن يجي لي برضو مسج من خلال الماسنجر والانستجرام والواتساب، يا اما برضو من خلال الكولز. زي ما اتفقنا يا دكتور ايه، ان المفروض انا دلوقتي هيجي لي كولز، يعني او اقدر اعمل كولز باكتر من طريقة، بس في نفس الوقت انا مش عاوزة كولز وخلاص، انا عاوزة مكالمات، بس المكالمات دي بناء على ايه؟ يعني انا مكالمات بناء على ان انا هبتدي اعمل اعلان لويب سايت او لابليكيشن، ولا مكالمات مثلا عشان خاطر عاوزة اتواصل مع عميل عشان ابتدي اقنعه بالمنتج بتاعي او بالبيزنس بتاعي. فهلاقي هنا في السيلز تمام كولز، حلو، وهنيجي نلاقي في الليدز هنا كولز، يبقى في طريقتين للكولز صح؟ اوكي تمام ولا ايه؟ تمام ماشي، هنيجي نلاقي في الترافيك كولز، يبقى انا عندي في السيلز وفي الليدز وفي الترافيك في الثلاثة. بس خلاص انا هبتدي عاوزة اوصل لعملية شراء، يعني اعمل بيرشيز تو للبرودكت او السيرفيس بتاعي، يبقى خلاص هختار سيلز. لكن لو انا مثلا عاوزه اكلم العميل علشان ابتدي اتواصل معاه عشان ابتدي اقنعه بالمنتج، يبقى ليه لا، انا عاوزه مثلا احط اي لينك خارجي بقى وات ايفر ايه هو، فهيبقى ترافيك. يبقى مش مهم جوه في ايه قد ما انا ببص على الاوبجكتيف من بره واشوف انا محتاجه اعمل ايه، وبعد كده بعد ما بشوف انا محتاجه اعمل ايه اختار بقى من جوه انا عاوزه اعمل ايه. يعني حتى لو المسجات انا اقدر احصل على مسجات باكتر من طريقه، من السيلز هلاقي ان انا ممكن اجيب مسجات من خلال ماسنجر او انستجرام او واتساب صح، هاجي في تمام نفس الحكاية اقدر احصل على مسجات من الماسنجر من ليدز، ادي كده تاني طريقة. طب اقدر احصل برضو على مسجات من الانجيجمنت، ادي كده تالت طريقة، يبقى ورابع طريقة الترافيك. يبقى في اكتر من اربع كده في طرق، اربع حاجات اربع حاجات اه كده فيهم اربع مسجات حاجات علشان يعني اجيب مسجات بيهم، بس كل طريقة هتديني هدف مختلف عن التاني. يعني انا لو جيت مثلا عشان اجيب سيلز مثلا للماسنجر، يعني انا لو جيت دوست على سيلز واحصل على مسجات من الماسنجر، هيقول لي انت قبل ما تعملي الحركة دي لازم تكوني حاطة ويب سايت بتاعك،
يعني بص، هو احنا لسه هنتكلم على اللي انا هقوله ده، بس انا لو جيت دوست على كونتينيو وكملت ورحت على الادس التاني حاجة وجيت قلت له انا عاوزة ايه مسجات، جيت هنا قلت له ايه عاوزة يعني مسجات، مسج اهو. فهو فعليا مش هيقبل تمام. غير لما اكون عندي ميتا بيكسل، يعني هيقول لي كرييت للبيكسل، يعني لازم يكون عندي الابليكيشن او الويب سايت علشان اخش طب ممكن تطلعي كده وتخليها، ممكن اطلع اعمليها ايه، انجاجمنت و يعني ارجعي مره واعمليها انجاجمنت وتكتب متابعه كده، ارجع مرة. دي اللي انا سمعتها، واعمل ايه بقى؟ اعمليها بقى اسمه خشي عن طريق الانجاجمنت عادي. اعملها بقى للانجيجمنت ونشوف. صح ايوه وريني كده ماشي، تعالى بقى الشويس نعمل دول، للانجيجمنت. ولا هل ينفع اعمل انا كمان ولا انا ما بخشش وخلاص ينفع؟ اعمل، جرب وشوف، اعمل كرييت وجرب وشوف. عادي؟ عادي. بص بقى، لما جيت هنا قلت جيت قلت له هنا مسج، تمام. هو هيجي لي مسجات عادي على الماسنجر والواتساب والانستجرام ولا اي حاجة. هنعملها برضو فيها. يبقى انا هنا هيحصل انجيج للبراند بتاعي من خلال الماسنجر او الواتساب او او الانستجرام، لكن لما جيت عملت للسيلز هو قال لي لا، لازم اكون حاطه اللينك بتاع الويب سايت بتاعي او الابليكيشن علشان في الحاله دي اقدر يجي لي مسجات على الماسنجر. يبقى مش اي كولز او اي ماسنجر او اي او سوري مش اي كولز او اي مسجات اقدر استخدمها مثلا في الهدف اللي انا عاوزاه، لا انا عاوزه كولز بس الهدف معين، ان انا اكبر مثلا الويب سايت بتاعي، ففي الحاله دي هستخدم سيلز، او ابيع من خلال الويب سايت بتاعي فاستخدم سيلز، لا انا عاوزه تمام. كولز علشان خاطر اتواصل مع العميل وابتدي اقنعه بالمنتج، يبقى انا هختار ليدز. طيب انا عاوزه كولز مثلا علشان احط اي لينك خارجي واخلي للابليكيشن او الويب سايت واخليه يتواصل معايا، يبقى في الحاله دي هستخدم ترافيك. يبقى انا مش مهم جوه ايه قد ما انا هختار من بره انا محتاجه ايه. انا محتاجه تفاعل، يبقى هختار انجيجمنت. طب انا التفاعل اللي انا محتاجاه ايه؟ ازود الصفحه، يبقى هخش من جوه وهعمل بيج لايك. لا ده انا عاوزه احط فيديو عشان اجيب مشاهدات عاليه، يبقى هخش برضو على الانجيجمنت واروح داخله من جوه احط فيديو ويجي لي مشاهدات على الفيديو ده ويبتدي يحصل تفاعل فعليا وابتدي اتواصل مع العملاء، تمام. طيب هنا تمام. ليدز، لو مسجات هتجيلي على الماسنجر يبقى هروح داخله خلاص هختار ليدز وهيجيلي مسجات على الماسنجر او مكالمات. بس في الحاله دي بقى لو استخدم ليدز انا لازم يكون معايا اللي هو سيلز او تيم سيلز يكون محترم، يعني حد بقى يبتدي يكلم العميل ويقنعه بالمنتج ويبتدي يخليه يجي ياخد المنتج ده او يشتريه او يتواصل معاه، تمام. ليه؟ لان انا ممكن اكون عامله اعلان كويس جدا واجيب نتائج كويسه جدا وخلاص، هو الشخص هيبتدي يتصل بالسيلز او بالتيم سيلز علشان خلاص انا مثلا عجبني كورس وعايز اخد الكورس ده. اول ما ابتدي اتواصل مع يعني مع الفيلد نفسه او الشخص اللي هيقنعني ان انا فعليا خلاص اخد اكشن ان انا هدفع فلوس واخد الكورس، الاقي نفسي ان انا مش حاسه ان انا هاخد في المكان ده. يعني انا واحده جيت اكلم حد عشان اخد كورس قبل كده، ما حسيتش ان انا مبسوطه من طريقه الكلام بتاعتها، يعني حسيت ان هو ممكن الكورس يكون كويس جدا ولو هتشرح هيكون كويس جدا، بس طريقة كلامها هي اللي بهدلت الدنيا. هي اللي بهدلت الدنيا. عارفه اللي هو بتكلمني كاني احنا صحاب بقالنا 20 سنه وداخله تتكلم معايا وتهزر، فانا اتقفلت. فاللي هو هنا في الحاله دي هحس ان التيم سيلز هو اصلا ما شدني، ما تشجعتش ان انا يعني اروح اخد المنتج او ان انا اروح اخد الكورس. ممكن اكلم واحد تاني عشان اخد كورس والاقيه هو فعلا فادني بمعلومات، وانا يعني وهو يعني انا دلوقتي مش في دماغي ان انا اخد الكورس، بس هو كلمني خد رقم تليفوني وكلمني عشان يقنعني بالكورس، لقيت نفسي استفدت جدا ان هو اداني دفع فعليا، اداني معلومات عن الكورس دهيت، واداني بيدجات اخش اتعامل معاه وفضل يفيدني. فحسيت ان هو، ورغم ان ممكن الله اعلم اللي بيشرح الكورس مش قد كده، بس هو فعلا هيخليني ان انا اخش ايه، اقول لا انا لما اجي اخد كورس هاخد في المكان ده. فاحنا لازم نبقى فاهمين ان الليدز ده أو ممكن اكون عامله الاعلان كويس جدا بس الشخص اللي ماسك المبيعات او السيلز هو وحش لدرجه ان مفيش نتائج بتحصل، فلازم ابقى متاكده ان الاتنين كويسين، يعني ده كويس وده كويس عشان ابتدي لما يجي يحصل مشكله ابقى عارفه المشكله دي جايه منين، تمام.
طيب تمام. انا دلوقتي خلاص المفروض عملت بيدج زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، والبيدج دي العدد بتاعه قليل، فطبيعي انا محتاجه الناس تبتدي تعرفني ويبتدي يبقى في تفاعل ويبتدي يبقى في لايكات بتزيد. فانا من غير ما افكر هخش اعمل بيدج لايك علشان ازود ايه عدد اللايكات بتاعه الصفحه بتاعتي. يعني على الاقل بصي احنا هندوس على انجيجمنت تمام، وهروح دايسه تمام كونتينيو. بس عشان نبقى متفقين كده، انا لما اجي اشتري منتج واجي ادخل الاقي الصفحة بتاعت المنتج ده مثلا 20,000، ولا ادخل الاقي الصفحة دي 50 سوري 5,000، ولا الاقي الصفحة دي مثلا 1,000، ولا الاقي الصفحة دي 100. انا كل ما عدد اللايكات بتزيد كل ما المصداقية بتاعتي بتزيد. ازاي يعني؟ انا لما اجي باجي ادخل مثلا اشتري منتج والاقي البيدج دي عدد اللايكات اللي عندها 200، انا ببتدي اقلق مثلا، ولا 100 ابتدي اخاف، فاهم؟ اللي هو طب ما ممكن دي تكون صفحة لسه بادئة، وفي نفس الوقت ممكن تضحك عليا وما اخدش الحاجة اللي انا عاوزاها، او احس ان انا مش هحس بمصداقية في البيدج دي. لكن لما الاقيها 5,000 يعني ها هحس فيه مصداقية شوية. اما الاقيها 20,000 لا، ده انا هطمن، ده انا هخش اشتري وانا ايه، وانا متاكده ان البيدج دي بيطمن. مش هتنصب عليا عشان هي تبقى خايفه على السمعه بتاعتها. فاكيد كل ما تمام البيدج بتاعتي اللايكات بتاعتها بتزيد، كل ما مصداقيه العميل بتزيد اكتر. فطبيعي اول حاجه هنعملها او اول اعلان هعمله مقابل ان انا خلاص عاوزه اعمل منتج وابتدي اكبره والناس تدخل تشتري مني المنتج ده، فاكيد هكبر ايه اللايكات بتاعت البيدج بتاعتي. طيب احنا اول كل اللي احنا عملناه بس يا دكتور، دوسنا على engagement وبعد كده رحنا اخترنا continue، وجوه كونتينيو بقى هختار تمام. الحاجة اللي انا عاوزاها. يعني هختار انا اذا كان عاوزة بيجي لايك ولا عاوزة مسجات ولا انا عاوزة ايه. هنشوف مع بعض دلوقتي.